صباح النور، صباح الخير، صباح بوغور. من صباح هذا دابا 11:30 هنا في مدينة بوغور 5 كيلومتر بعيدة على جاكرتا. هاي تما بوغور هي الاير، هي الاير اللي جينا نعملو دويرة اليوم في هذه المدينة. هذه الزحمة تبارك الله، تعطلت في الصباح ما جبرتش الصرف، تقاد لي فلوس البارح ما شمبا كاماس، اليوم كلشي مشدود لحد في جوج ساعات في وسط جاكرتا باش نصرف. المهم حنا في بوغور ان شاء الله نعملو واحد الدويرة في عندهم هنايا واحد الحديقة ديال النباتات معروفة، شفت السواق عندهم تبارك الله موجودين. الله تبعوا معنا هذا الفلوق، هذا شوفوا فين تصفي الحديقه هذه. حديقه هي كبيره وفيها حتى القصر الرئاسي ديال الرئيس الاندونيسي. انتم الاخوه الحديقه عندهم واعره وفيها الغزاله عامره بالغزال. خاصني نعرف الدخله ماين، الزمار كبيره فيها الغزالة. هذا قصر الرئاسة الإخوان، وجف نفس الحديقة، شو الغزلان تما كيدورو. قصر الرئاسي ممنوع الدخول، باش نجبرو الدخلة شحال خصنا. يا لطيف، شو الزحمة كيفاش، عرفتو واش حيت اليوم الحد ناس جاكرتا كيجيو لنا هنا ولا شنو واقع، ولكن عاوتاني هاد البلاد مشي. الله سيدي، هاد الحديقة كبيرة، عرفتي فين كاينة الدخلة ديالها، باقي كنفتش، خسرت الرئيس قالوا لي سير كمل تحت، حنا هو دينا سيدي تشوفوا هاد الدخلة هادي فين، ولكن هنا شي شجار كبار، شجار كبار قدام، شي عجيب، ما شفت الشجر قدك. صاب دبامبو هادو تبارك الله، قداش غلاطين ولا كبار بزاف بزاف، صاب دبامبو كبارين بزاف، شخ قد يدي، حاجة عجيبة. احنا دخلنا الاخوان، دخلة عندهم ب 26000 روبية، ماشي حتى 20 درهم كاملة. المهم نشوفو عندهم هنايا شي سير، نباتات بزاف هنا، الحديقة كبيرة مشات هكذا، شنو هداك عندهم تما. المهم نشوفو بعدا هاد البيت الزجاجي شنو فيه هنايا، عندهم هادشي كبير تبارك الله، اش نقول لكم، ما شاء الله تبارك الله. ماسوك راه هي ماسوك، عرفت كيفاش بغات الدخله، الدخله هي ماسوك كيما كيقولوا لها ماسوك. هاهي من هاد الجهه هادي، شوفوا شنو عندهم هنا. احنا يا الاخوان وسط البيت، ماشي الزجاجي ولكن حديا فيه النباتات اللي مزيان، كل حاجة عاملين التعريف ديالها. وهادو شوف غارسينهم غير في هاد الفرشي، هادا هاهي مغروسة غير في الفرش، شوف معلقي جميلة. يا سلام يا سلام، واحد الشلال عندهم هنا. ولكن هذه هي احسن نبتة، هاي اناناس. الاناناس ديالي مسكينة ما عرفتش فين وصلت، حالي دخلتني ترجع، وقيلا كم من اناناس هنايا،
لا هذا ماشي أنانس، هذا قلي أنانس. هادشي ما شاء الله كبير عندهم هنا، خصصين الزراعة عندك النبات اللي كتشوف هادي كلشي عامر بالنبتة تما، بحال اللي كيستنبتو مداكش كيربيهم تا كيكبر. عندهم هنا هادشي كبير عامر هنايا بالنبات الداخل، الحديقة كتستعمر ريضة راه طويلة وكبيرة. كنشوف كاين شي بشكليطة هنايا، غير خاصني نكري شي بشكليطة هادشي إلا باش ندورو على رجلي. ماشي بعد حد كبير. واو حتى شنو المسجد الاخوان، وكاين فسطه كاين فسط الحديقه. انتما الاخوان كان ضخم لي الغايه، نشوفوا شي شويه ديالو. قال لك هذا المقهى هذا فيه قهوه اوباما مع الرئيس ديال اندونيسيا ملي جا عنده هنا. قال لك هنايا تقهوى وانا القصر ديالو راه فاين مقهى هنا. المهم تبارك الله الحديقة هادي تجي لينا دوز فيها النهار، معتبرة مع العائلة اللي عندو العائلة والأطفال وهادشي. جود ما يتعمل هنايا على واول كيلعبو مع راسو. شو واقيلا الريستوران هذا نزيدو نضربو واحد الدويرة انا هادجي هادي شي كبير. شوفو نكريو شي حاجة، ما كنقول نكريو شي بشكليطة، عاوتاني كنقول غنبقى مبرزط بيها، عاوتاني بغيت ندخل شي موطة عايدة خاصني نشوف فين غنعملها. المهم إخوان قداش عاملة هاد الشجرة هادي ولا؟ تاد القاعدة ديالها قداش نية كبير. هنا كاين الواد كنسمع الصوت ديالها. رتحوا واحد شويه هنايا في وسط الادغال. هذا الرطوبه قتلتني والحراره صراحه. غنمشي من هاد الجهه هادي نشوفو القصر ديال الرئيس، ومن ثم غادي نبدا نفتش على الخارجه لان شي كبيره. بوغور صراحه مدينه معروفه بالطبيعه، ومنا كينطلقوا الرحلات كيمشيو للجبال. كاين واحد البركان هنايا كنت بغيت نمشي ليلو، ولكن تفاهمنا شي مع لاجونس. كيمكن لك تمشي للبركان، كيمكن لك تمشي شي شلالات، كيمكن تمشي لحقول الاروز. كاين هنايا الطبيعه بزاف وتبارك الله. راه الحديقه اللي عندهم هنا انا كنحسب ليها شي حديقه صغيره. فقط شي تبارك الله خير وبركة. المهم نرتاحو شي شوية هنايا ونطلقو عاوتاني. تبارك الله هاد بوغور خصها شي يومين ثلاث ايام. لحقتو هذاك قصر ديال الرئيس، انا ما كيخليوش تزيد كثار. راه تما كاين العسكر، ولكن هذاك هو قصر ديال الرئيس. وانا هدا خيرات ربينا. وانا اخوان دابا غنخرجو بحالنا، رانا عييت كتعرف الرياض باقي هاد الجهه مشا تسعفو هادي تبات هنا. غادي نخرجو باش نمشيو
رجعوا من جاكرتا ان شاء الله. يلا نلحقوا التران وداك الشيء. التران كاين موجود باقي عندنا جبدة على رجلنا باش نلحقوا ديك المحطه. اش غنقول لك؟ ما عندهم شي فيستيفال مع محطة. dan yang terakhir صافي هنايا في هذاك ديالو عندهم واحد السويقه هنايا شي مزيون هادشي. وانا حس السوق شعبي عنده في كيرسمو العواول والحاجات كيتباعوا هنا. تم حابق هنا شي زين هادشي. هادشي طالع على النباتات. وحنا الاخوان عدنا لجاكرتا هاد العشية هادي غادي نصفيو شي امور غنشريو لي غنشريو نوجدو غدا ان شاء الله السفر. هادي واحد متنزه هنايا فيه حتى بيسينة اولمبية اسماعيل مرزوق عرفتي شكون هو اسماعيل سوقي اسمحوا لنا على الجهل ديالنا. المهم اصلا ديك اوتيل اللي انا فيه سمي قريب لاسماعيل مرزوق سميه. المهم خديو شي مشاغل ونرجعو معاكم نشرحو لكم شنو غادي يكون غدا ما يكون شي فلوق تم بعدا. المهم انا اقول لكم شنو كاين. الاخوان اللي سقساوني على مسجد استقلال الاخ رضا تحياتي. هو مسجد استقلال زعما شي قبه ديالو خصنا حتى نفوكسيو عليها. شتي حيت كان واحد المسجد هنايا طاحت له قبه ديالو. داك ماشي هنايا ماشي في الوسط هذاك جا في الضواحي ديال جاكرتا. المسجد ديال المركز الاسلامي كانوا كيرمموه وشعلت فيه العافيه وطاحت له القبه ديالو. ولكن راه ماشي مسجد استقلال. مسجد استقلال ها هو فينو شتا القبه ديالها. المهم انا جيت هنايا كنت قريب وقلت نصلي المغرب هنايا وجبرت هاد المطعم مره باين شحال الماكله شحال بنادم شحال عرفتي اش كتشوفو ما هو الروين هنا. ما نصلي هو الاولي وديك الساعه تخرج. اخر صلاه مسجد استقلال صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.
الاخوان هنا غادي نهيو الفلوق ديال اليوم هنا مع هاد الباب هادي باب الفتح الله يفتح علينا وعلى جميع المسلمين. هذا هو اخر صلاه في مسجد الاستقلال فكرتني بمكه اخر صلاه كانت تما خرجت مع باب الفتح سبحان الله غادي باب الفتح غادي نغادروا هذا البلد هذا الطيب اندونيسيا اكبر بلد اسلامي بلد الطبيعه الرائعه بلد كيفاش غنوصف لكم هذا البلد رائع يعني احنا يلا غير قيسنا وان شاء الله باقي لنا عوده غدا غادي تكون عندي الطياره فيها 12 ساعه يعني الفلوق غدا ما يكون شيء تنبعدو ان شاء الله حتى نقوز 12 ساعه في الطياره ما عنديش كيفاش ننزل الفلوق تنبعدو تشوفوا شنو كاين ان شاء الله تجون واحد الوجهه اخرى خليكم معنا غادي تشوفوا شنو كاين يلا تشاو باي باي.